السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم النهاردة في وصفة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة ان شاء الله لعلاج شيب الشعر، وصفة هندية بتجيب نتيجة كويسة جدا. حتى لو شعرك كله ابيض هتشوفي نتيجة كويسة من الوصفة بتاعتنا دي. هنبدأ نعمل الوصفة بتاعتنا. لو اول مرة تدخلي معايا القناة اشتركي معايا في القناة واضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان لايكات كتير قوي للفيديو وشيري الفيديو لاصحابك. هنبدأ وصفتنا، يلا بينا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الوصفة الجميلة ديت لعلاج شيب الشعر. الوصفة دي يا بنات تحفة، مكوناتها سهلة جدا. شايفين اللون الاسمرار بقى ده هيبقى في شعرك ان شاء الله، هيعالج شيب الشعر بسرعة. يلا تابعي معايا الفيديو النهاردة، تحفة جدا والنتيجة سريعة وسهلة قوي قوي لعلاج شيب الشعر. اول مكون هستخدمه معايا ان شاء الله النهاردة في الوصفة دي وهو البابونج. والبابونج وده بيكون شكله عبارة عن ازهار كده زي ما انتم شايفين. هحتاج معلقة واحدة بس تكون كبيرة من البابونج، بنجيبه من عند العطار. اما تاني مكون بقى هنستخدمه النهاردة معانا وهو القهوة، بس ياريت ويفضل انها تكون القهوة الغامقة قوي زي ما انتم شايفين كده اهو. معلقة قهوة، بصوا سمرة خالص ازاي، يعني بني غامق جدا جدا. هضيف معلقة من القهوة برضو. واخر حاجة هضيفها النهاردة وهي معلقة شاي، ممكن تستبدليها بالشاي الاخضر او الشاي العادي بتاعنا. هناخد برضو معلقة من الشاي. بعد كده معانا هنا طبعا مية تكون مغلية، كوباية كبيرة كده هبدأ اضيفها. طبعا انا كنت غليها في الكاتل اهو زي ما انتم شايفين. هنقلب الوصفة بتاعتنا، بصوا بصوا الوصفة يعني حتى اللون باين ازاي، بصوا اهو. البابونج بقى فايدته كمان ان هو بيثبت لي اللون ويخلي اللون يبقى ثابت. هنقلبها بالشكل ده، هنسيبها لمدة نص ساعة لحد ما تبرد خالص. وطبعا هنقلبها يعني كل شوية كده هنقلبها، وياريت نفضل ان احنا نغطيها ونسيبها نص ساعة. بعد ما سبتها نص ساعة اهي زي ما انتم شايفين وبدأت تبرد معايا، هستخدمها بقى لما تبرد خالص زي ما احنا شايفين معانا المصفى. وهبدأ اصفي الوصفة بتاعتي بالشكل ده كده. انا معايا الوصفة يا بنات وشباب، طبعا الوصفة دي تنفع لأي حد. بصوا بصوا لونها اسمر ازاي، وخاصة بقى للشعر الاسمر، الشعر اللي هو يعني شيب الشعر اللي بيبقى شعرها اسمر وشعرها بعد كده بيبيض. فمعانا بقى الوصفة دي هنعمل ايه؟ نجيب بخاخ. طريقة استخدامنا الوصفة ياريت نركز كويس قوي فيها. هنجيب يكون عندنا ازازة بخاخ وابدأ احط فيها الوصفة دي. احنا طبعا صفناها عشان نعرف نبخ بقى كويس قوي. هنبخ على الشعر ونسيبها على الشعر لمدة ساعة او اتنين، ساعة او اتنين، نفرق كده خصل خصل ونبدأ نبخ كده على الشعر. وبعد ساعة او اتنين نبدأ نغسل شعرنا عادي جدا بالشامبو بتاعنا. هنكرر الوصفة دي مرتين او ثلاثة بس في الاسبوع. طريقة الوصفة سهلة والمكونات كمان اسهل، وان شاء الله بتجيب نتيجة تحفة جدا جدا لعلاج شيب الشعر. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب تستفادوا بكل وصفاتنا ان شاء الله وتجيب نتيجة حلوة معاكم. متنسوش بقى تشجعونا باللايك والشير، وشاركونا ان شاء الله بالشير لاصحابكم عشان يستفادوا بكل وصفاتنا. وانتظرونا فيديوهات تانية كتير جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي.